سلطنة محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري. يا سلام يا سلام يا مالك سلطنة. بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات جواهر سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبية يقدم لنا جواهر الحاضرة في هذه اللحظات. المركز الثالث القدوم من العزوم سالم بن سعيد بن غافان الجابري من يقدم لنا شعاره. بينما أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات أحضرت التزام بشعار سعيد بن حمد بن حميد الدرعي. والمركز الخامس الحضور من غادة القادمة في هذه اللحظات بشعار محمد بن مطر بن حويرب المنصوري من يقدم لنا شعاره. ولكن المنضمة في هذه اللحظات والمتجاوزة للأسماء المتواجدة أتابع حفلة عبد الله بن محمد بن سعيد الدرعي. وكذلك القدوم الحضور من منال نابت بن محمد بن محمد العامري من يقدم لنا شعاره وانطلاقته. بينما الحضور احضرت ايضا ضبية حميد بن راشد بن مبارك الشامسي. يا سلام يا سلام على الاسماء، يا سلام على الشعارات المتواجدة. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى التزام التزام يا التزام. هنا سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يقدم لنا التزام ليلتزم مع الصدارة، ليقدم التزام يقدم التزام. الدرعي الدرعي المركز الثاني. القدوم والحضور من حفلة عبد الله بن محمد بن سعيد الدرعي من يقدم لنا شعاره. بينما القادمة بينما الحاضرة في هذه اللحظات القادمة جواهر سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي الوهيبي. بينما القدوم القادمة العزوم سالم بن سعيد بن غافان الجابري. الكيلومتر الأخير الكيل الخطير طارن الابكار. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى التزام التزام سعيد بن حمد بن حميد الدرعي. ولكن مرحبا مرحبا بالقادمة، مرحبا يا ضبية، مرحبا يا حميد، يا بن راشد يا بن راشد. العودة إلى مقدمة الشوط إلى ضبية أحمد بن راشد بن مبارك الشامسي انطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا ضبية. يا سلام يا سلام. القادمة أيضا الحاضرة طماعة مبارك بن حمد بالدليل باللويع العامري باللويع قادم مع طماعة وأيضا ضبية. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار المجنونة، الأمتار الحرجة ما بين ضبية طماعة انتزعت الفوز بشعار مبارك بن حمد بالدليل باللويع العامري. المركز الثاني اوصلت في الامتار الاخيرة وجل مبارك بن بخيت باللوتية العامري. المركز الثالث ضبية احمد بن راشد الشامسي. المركز الرابع اوصلت متابعين الكرام ملوح بشعار سيف بن ماجد بن طماش المنصوري. والمركز الخامس كان الحضور من التزام سعيد بن حمد بن حميد
الدرعية. إذا تانينا لمالكي طماع مبارك بن حمد بالدليل باللويحة العامري قدم لنا شعاره وقدم لنا طماعة خاطفة ناموس هذا الشوط. 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية توقيتها ولحظات وصولها. المركز الثاني أوصلت في الأمتار الأخيرة وكان عرضها مميز وقوي اللي هي وجل مبارك بن بخيت باللوتية العامرية. 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية تانينا والناموس. المركز الثالث الضبية بشعار حميد بن راشد بن مبارك الشامسي من قدم لنا شعاره. 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية تانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.